اهلا وشراكم ان شاء الله تكونوا ملاح تكونوا لاباس. عندي شحال وانا نشوف واحد تشالنج يدور وعجبني بزاف نسيو نديرو سلسله كل مره نديرو له حلقه. سي جافي اون بيتيت سور ولا سي جافي اون بيتيت في واش نقولوا لها كي تكبر؟ حاجه الاولى نقول لها شتي ديك الصحبه اللي جات حكات لك في صحبتها قالت لك لا مانيش منشر فيها يعني نحكي لك برك لا يتمنشر فيها ردي بالك منها بلا كي تحكي لك اش حاجه باسكو هي ثاني راح تعاود لا ميم شوز لواحد اخرى. خدي راي ماماك اذا قالت لك هذيك الطفله ما عجبتنيش غير بعدي عليها غير بعدي عليها خاطر يحسوا وجامي يغلطوا في هذه الحاجه عندهم واحد الحاسه بزاف كبيره هي عندها خبره اكثر منك في الحياه اسمعي لها وخذي رايها خذي راي اللي بكيك عمرك ما تاخذي الراي اللي ضحكك ماماك راح تقعد تحبك وتحب لك الخير الا مدغاتك عمرها ما راح تبلعك ماكش واحد راح يحبك اكثر منها ما تعطيش للحاجه اكثر من حجمها وتعطي لها وقت زياده وتقعدي تبكي عليها وش درتو وش عملتو علاش صرا لي هكا ونانني ونانانا كي تكبري راح تمرقي بلي اشياء تافهه جدا اللي كنتي حابسه عندها وتقولي انا بكيت على جل هذه الحاجه انا بكيت على جل هذا البلاد انا بكيت على جل هذه تجي تضحكي على روحك على ما تعيش وقتك في تافهه. الكون هذا كامل مبني على الاختلاف كل حاجه فيه مختلفه ايماجيني جينا كامل فوتوكوبي وجينا نتشابهوا في العقليه في الاراء في الافكار في الوجه في الطول في العرض ماشي حياه جمالنا في اختلافنا تعلمي تتقبلي الاخرين رغم اختلافاتهم ما كيش هنايا باش تطلقي الاحكام على الناس ولا باش تحددي شكون المليح شكون العيال اللي عجبك رحبي به في حياتك اللي ما عجبكش قول ما تدخلش لحياتي بهذه البساطه احنا مختلفين تقبلي الاختلافات ما تقعديش تشوفي في الناس اللي فوقك ولا الناس اللي عندها راح تتعبي وراح تعيشي حياة تعيسة حياة المقارنة هذه راح تمرضك ما تخليك ديري والو في الحياة كي تحبي حاجة قشطي على دراعك وروحي ديريها الوقت اللي راكي تجوزيه تزابي ولا في التفاهات ولا في الخرطي ولا تعسي الناس وش عندها ولا روحي طوري فيه روحك وقشطي على دراعتك وروحي تخدمي ديري الحاجة اللي راكي حبتها بيديك ولا ديري أي حاجة باش تعونسي باش ديري وش راكي حابة تقعدي تعسي في الناس راح تتعبي غير انتي وتعيي غير انتي وتروحي تمرضي والديك علاش ما درتوليش فلانة عندها فلانة راحت فلانة جابت فلانة داروا لها كل واحد ورزقه واشياء كثيرة راهي عندك انتي ماكش برك تشوفيها باسكو والفتيها ناس واحد اخرين يتمناوها ديريها مليح في بالك تحبي حاجة ديري خطة من الان باش ديريها وتكون عندك. انا دوكا نخرج ومن بعد نعاودو نتلاقاو هايدايا عاودو نتلاقاو انا نخمم مش عندي ندير باش ما ننساش بس كان شوية ننسى بزاف ماشي شوية ننسى بزاف لازم اللي كان يلومني على جال انا ننسى تعيشوا حبسوا ما تلوموني بس والله غير ننسى بزاف عيطوا لي هكا في تليفون صاحبتي سارة ما تنسيش تعيطي لفلانة تقولي هكذا كذا تعاودها لي ثلاث خطرات خلاص نقول عنا عبك دلالي سي بون شفيت خاطيك نكوبي برك نديرهاش ننسى رام دايرين حاله بالغنى شوفوا باش نجاوبها لاختيتنا على لا كيسيون تاعها شوفي انا من عندي وكونك هانيه جازيه تخدم بخي واحد انا نعرفها ونعرفها سي دي زاني قبل انا اصلا ما ندخل لي ريزو نعرف حاجه اسمها انستغرام كانت قدامي في الحومه قريبه ليا من بكري هي تخدم العرايس 25 زوج و500 لا 4 ملايين لا 5 ملايين لا حتى حاجه وكي تكون هي تشد لي رونديفو راح تقول لك اسكو انا ديسپونيبل ولا لا هي انسانه تخدم بيدها كي انا رحت عندها للصاله ماشي اختار ماشي زوج ماشي 10 ماشي نشوفها كيفاش تخدم العرايس تخدم من قلبها واقفه اش 24 انا من داك نصحك راه قعد ديري هي شويه روبوز تقولي لا عرايسي هكذا دير على عرايسها وكامل تخرجهم ساتيسفي تخرجهم فرحانات تخرجهم هكذا كيما حبوهما فوالا هذه هي انسانه خدامه واقفه على خدمتها ساعه في العرايس باسكو كامل يكونوا ستريسي انغواسي مقلقين وكل حاجه تساعفهم تضحكهم تفرحهم الخدمه ما شاء الله تخدم بلي برودوي دو لوكس دو مارك ما عندهاش هذيك وحده دير لها هكذا وحده دير لها هكذا كامل سواسيه لي زانفيتي اللي تروح انفيتي اخت العروسه اخت العريس لي زانفيتي كامل تماكيلهم بلي برودوي الملاح الشابين
حاجه مليحه حاجه بخوب. قلت لكم البري تاعها جامي ما تبدل دي زاني اي دي زاني، وهي مكارديا لو ميم بري باش كامل العرايس يكونوا شابات يخرجوا يجوا يمدوا الموديل الى حابين الموديل تاعهم تقول لهم شي يخرج عليكم، باسكو هي فيزاجيست كولوريست كوافوز ماكيوز تما عندها اكسبيريونس دو اوف، وتعرف واش يخرج عليك واش يوالمك، تنصحك تقول لي فوالا فوالا فوالا. انا ماكيت عندها ماكيت عندها عرفت روحي خرجتني نبل والله تعرفوني بلي ماكي وحدي ونحب الماكي وحدي. نهار ماكيات لي دارت لي واحد لو تان وهي تدخلي ساره خليني انا ندبر راسي. شوفوا ندير لكم ان تان تاع لي فوتو، علاش يحبوها العرايس؟ باسكو واش معروسة تحب تتصور تكاردي لي فوتو سوفونير حاجه شابه وكذا، تخرجكم اي في فيلتر اون ديغي في لي فوتو تدخل ما يدير لكم غوتوش ما والو الفوتوغراف اون ديغي راكو دايرين فيلتر في لابو تاعكم، تخرجكم لو تان بارفي. مي ماشي نورمال ماشي نورمال. انا قلت سي مو ما شاء الله. وعندها كلش، عندها شوفوا عندها البالياج هذوما في صالون تاع حيده تاع سيدي حيه ديرون توسكي بالياج كوافور لي كوب لي سوان تاع سوا كابيلار سوا بيديكور مانيكور لي سوان دو فيزاج. دير كلش دير كلش كلش بارونديفو مي عرايس حيجبكم الحل. فيلتر تفكروا غير الفيلتر. اني وليت واش راكم تعمرت كيشتي الله الله ضربت حلفه الدكتور وعاودت وليت ليكم دوك نحن ريلاكسي شويه نروبوزي ندير كاع لي سوان تاع الدنيا. يا ودي شحال عندي ما درتهمش عندي ما نحكيلكم عندي قرن ما تهليتش في روحي. هكذا لي الحاجه الاولى نبدا بشعري باسكو مع الرضاعه وكلش ديما راه يطيح لي باش نصارحكم ديما راه يطيح لي نولي للماسك تاعي هدايا تاع فلاور بيوتي جبتو معايا ونروح نديه معايا هدايا باسكو نديرو كي نجي ندير ان بان هكا زعما فيه كلش ونتهلاك وندير روتين كومبليت لازم نديرو في شعري سورتو دوكا. انا نديرو شوفو زوج خطرات في السمانه دوك نولي نديرو ثلاث خطرات في السمانه على جال كي راهو يطيح لي هكذا بدا يطيح ولا غير بدا. وهدايا هايل تاع فلاور بيوتي كنت درتو ديجا كي يكون شعري يطيح وما يطوالش. هاد الماسك تاع فلاور بيوتي من بين احسن الماسكات سوغ لو مارشي اللي تستعملوهم جوغ ان بان دويل، فيه خليط من الزيوت اللي الجزيئات تاعها صغيره تمتصها الشعر وعندها فوائد ما تخلاش للشعر. فيه الويل دو فيك دو بارباري، الويل داموند، الويل دو كوكو، الويل دو ريسان، الويل دو رومارين، وفيه ان ميلونج تاع لي زويل اسونسييل. هذا يمليح للناس شعرهم يطيح. إذا انت باغ اكزومبل شعرك مزيت ويطيح لك ديري شويه في لي غاسين زوج سوايع وغسليه، واذا كان شعرك ناشف ويطيح لك ديريه كيف كيف شويه في لي غاسين وشويه في الاطراف باسكو ناشف وخليه خمس سوايع هكذاك وغسليه. ديري سربيت هكا سخنيها بيان وطمي بها شعرك كي تخدمي في شغلك. قلت لكم انا كل ما كنت انا شعري واش نديرو خليه طوالي 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 طوال ومن بعد نقطعو. علاه ما على باليش ما تخصونيش وعلاش مطاش في المرة ما تخصونيش وعلاش انا فيا هاد التيك شغل لما نحب نشوف شعري كاري نحب نشوفو طويل. هذا الناس اللي شعرهم ما يطوالش دوموا عليه يطوال يرطب لكم الاطراف. هذاك اللي متقصف من اليسار وكامل ان بان دويل كوا معمر بالزيوت وزيد راح يحارب ويعاونكم من تساقط الشعر. والحاجه المليحه فيه البخي تاعو كامل هاد لي زيفي لي البخي تاعو تصيبو هكذا ماكسيموم زعما غران ماكس راح تصيبو زعما 1000 دينار 1100 1200 كوا شحال يبيعو هاد لي زونفيرون تصيبوه ديسپونيبل عند كامل لي كوزميتيك في كامل لي ولايه. يقولهم برك الماسك تاع فلاور بيوتي وداوموا عليه. هذا ما يخديكمش من الدار كل ما تحقوه جبدوه ديروا ليكم لبناتكم لولادكم سوا غارسون سوا في كامل يوالمهم كاع يوالمهم بزاف هايل. انا دوكا نروح نتهلا شويه في روحي ومن بعد عمكم نخليكم فضفضات ليليه فوالا تاع اليوم بزاف شابه كتبتها جو بونس البارح كتبتها وقلت غدوة نحطها لهم. بزاف شابه نخليها لكم يا ترى شكون حتكون الاولى اليوم تموتوا عليها. هيا توت سويت نحطها لكم ولا دوك شويه.